أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي، إن كنا لا نقدر على التوبة فأنت تقدر على المغفرة. إلهي، إن كنا لا نقدر على التوبة فأنت تقدر على المغفرة. إلهي، قد أطعناك في أكبر الطاعات، الإيمان بك والافتقار إليك، وتركنا أكبر السيئات، الشرك بك والافتراء عليك، فاغفر لنا ما بينهما ولا تخجلنا بين يديك. إلهي، إن ذنوبنا صغيرة في جنب عفوك، وإن كانت كبيرة في جنب نهيك. يا ربي، لو أردت إهانتنا لم تهدنا، ولو أردت فضيحتنا لم تسترنا. فاتمم اللهم ما به بدأتنا، ولا تسلبنا ما به أكرمتنا. أتحرق بالنار وجوها كانت لك ساجدة، وألسنا كانت لك ذاكرة، وقلوبا كانت بك عارفة. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. يا رب، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهلا لكي تصلنا فعمنا بها يا رب العالمين. يا رب، إننا مرضى فاشفنا. يا رب، إننا مرضى فاشفنا. يا رب، إن لنا مرضى فاشفيهم يا رب العالمين. يا رب، إن لنا إخوة وأخوات يدعوننا، يسألوننا الدعاء لهم بالشفاء. اللهم شافيهم، اللهم شافيهم، اللهم عافيهم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا آخرها يا رب العالمين. يا رب، يا رب، إن هذه الأيام أيام امتحانات على قلوب أبناء المسلمين، فاللهم اجعلها بردا وسلاما على قلوبهم. اللهم اجعلها بردا وسلاما على قلوبهم يا رب. ذكرهم ما نسوا، وعلمهم ما جهلوا يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر عامهم الدراسي، يا رب اجعل آخر عامهم الدراسي إن شاء الله فرحتهم بنجاحهم يا رب. اللهم اجعل آخر عامهم الدراسي فرحتهم بنجاحهم يا رب. فاللهم نجحهم يا رب العالمين. اللهم يسر أمورهم يا رب. اللهم أمن المسافرين منا، ورد الغائبين منا يا رب العالمين. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. يا رب، لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا تشاء تجعل الحزن سهلا. فاللهم سهل أمورنا، اللهم سهل أمورنا، اللهم يسر أمورنا يا رب. اللهم سهل أمورنا ويسرها، واقض حوائجنا يا رب. أكرمنا ولا تهنا، يا رب أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تمنعنا يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تمنعنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب. وفقنا للصيام والقيام يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. السادة المستمعين والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكر بأننا في صبيحة اليوم، يعني يوم الثلاثاء، اللي هو اليوم الثاني من شعبان. إذن أوني لو ماردي
2 من شعبان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. Alors inshallah, certains calendriers aujourd'hui c'est marqué 3 شعبان. Alors c'est faux, il faut les corriger. Hop, c'est le 2 aujourd'hui inshallah. إذن inshallah اليوم 2 من شعبان. شعبان إن شاء الله هو الشهر الثامن من الأشهر الهجرية القمرية. إذن فأني أويتيا مموا أويتيا مموا يعني دو لاني هيجي إيجير. ورمضان هو الشهر التاسع، ورمضان هو الشهر التاسع. هكذا إن شاء الله، بس يعني على الأقل هذه المعلومات البسيطة تكون عندنا كلنا إن شاء الله. فيعني إن شاء الله كما توعدنا أننا نتكلم في كل يوم عن مسألة من مسائل رمضان، يعني 10 مينيت اون برون شاك جور 10 مينيت باش نتكلموا على مسألة من مسائل رمضان، ولا حتى بعض المسائل مش مسألة واحدة، ولكن على الأقل 10 مينيت ان كاردير كل يوم إن شاء الله في مسألة من مسائل رمضان، وهذا استعدادا لرمضان. خصنا بإذن الله كي نوصلوا الأول تاع رمضان، الليلة الأولى تاع رمضان، نكون عندنا كلنا الكود كيما الطوموبيلات، نكون كلنا المستمعين والمستمعات ونوغا توس نوتر كود، باش هكذا اون كومونس لا كوندويت النهار الاول تاع رمضان. نعطوك اللوطو ودبر راسك. اذا يصبح كل واحد فينا ان شاء الله ما هو محتاج باش يبقى يعيط لدانيال مينوت، هل الابره تفطر، هل القطره تفطر، هل ما تفطرش. نتعلم من الان ان شاء الله باذن الله. ثم كذلك الشيء اللي تعلمناه وتاكدناه، الشيء اللي تعلمناه وتاكدناه بالحرف الواحد نبلغوه، نبلغوه يفولو ترونسميتر، مي ا كونديسيون كون لا ابخي دين سورس اوفيسيال ان شاء الله، يا والله بيان سيزي. ما فهمناش بالعكس، لانه بعض الناس يفهموا لو كونترير. لازم تتاكد من حاجه قال سمعتها وهاكي قال ولا ها هو وتبلغها للناس الآخرين. هكذا إن شاء الله حتى يكون عندنا فقه للصيام، يكون عندنا فقه الصيام إن شاء الله. فاللهم يا ربي اللهم بلغنا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله يا إخواني نتكلم على إن شاء الله يعني دائما في المسألة اللي تبعناها البارح، تكلمنا على يعني حول الآية وبالضبط عند قوله سبحانه وتعالى، يعني فمن كان منكم ومن كان منكم مريضا ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. إذن فهذه الآية هي اللي راح تتبنى عليها كل الأحكام إن شاء الله فيما يخص شكون يفطر شكون ما يفطرش الحاجة، كل هذه على هذه الآية إن شاء الله. إذن فيعني تكلمنا البارح إن شاء الله على المريض، تكلمنا على المريض إيه وني اون ترين دو ديتايي يعني فيما يخص المريض يا إخواني إن شاء الله. من جملة هذا المرضى يا إخواني الذين يعني كما قلت، قلنا المريض، قلنا يا إخواني المريض فيه اللي هو مريض، يعني مريض، ولكن هذا المريض هذا يرجى برؤه، يرجى برؤه. علما أولا دائما نأكد بأن رب العالمين قال ومن كان مريضا، ومن كان مريضا أو على سفر. مريضا هكذا نكرة يعني من غير الألف واللام، إذن فهو نكرة يعني كي كونغ دونتر فو إي مالاد، إي مالاد سون يعني سون يعني ديزينياسيون دو لا مالادي ولا ديسكريبسيون دو لا مالادي، وإنما قال سيك يعني كيكونك دونتر فو إي مالاد. أوب فوالا، فكل واحد مريض يا إخواني إذا إلى لو ستاتي هذا، إن فوا كو تو يا لو ستاتي دان مالاد فهنا يا أخي يحق لك أن تفطر، يحق لك أن تفطر. تو لا سو ستاتي هذا، تو يا لوتوريزاسيون، أوب مانتونو سي أتوا، سي أتوا سي دو جوجي اسكو سي إيتيل أن الإنسان يفطر.
Est-ce que c'est inutile de chiffrer l'insan parce que cette maladie, elle, c'est pas une maladie grave et tout ça, que tu peux supporter et que tu peux jeûner avec, ou bien si tu as une maladie chronique, qui ne te permet pas de jeûner, فهنا يا إخوان الإنسان لابد أنه يعني ثم قلنا يا إخوان المرض هناك مرض يعني المريض هذا مع الصيام كيف هناك يعني المريض يستطيع أن يصوم رغم أنه مريض مثلا إنسان عنده إنجريب مثلا إنسان عنده مثلا صبعه انقرض من صبعه يعني تكسر من صبعه الإنسان عنده فيها بلاتر ولا دار ولا مانيش عارف أنا كذا وما ستر يد لا دولار يعني لا دولار صح سيفري في الفيلم بصح شتاه بوجوني يقول لك أنا على هنا عندي ستر في دهاني صابر وخلاص جفي فهمت فيصبر يقول لك أنا ما تأثرش مع مش حاجة غراف ها صبعي فراكتير بسيطة ولا رجلي صبعي التلوى ولا كذا ولا يعني في كيفاش حاجة بسيطة مثلا في الجسد تاعه ولا في رجله ولا كذا اللي ما تستدعيش باش يفطر الإنسان فهذا ينجم مالغري مريض إلى أن ستطيع المالات مي يقدر يصوم هناك كذلك الإنسان اللي ممنوع لي به يصوم هو إذا كان المرض إذا كان الصوم إذا أغافي لا مالاد لا مالادي إذا كان الصوم إذا أغافي لا مالادي أوب هنا لا فإذا كان مثلا إنسان ديابيتيك تيب 2 ولا تيب 1 ولا كذا تيب 1 راهو صعب باش يصوم ولكن يقول كان نجم نصوم بصح يا ولدي راهو لا مالادي تاعك الصوم تاعك كي تصوم إذا أغافي لا مالادي كلكان كي ديابيتيك فمن الأمور اللي يقدر يتعرض لها مثلا يعني لو بروبليم ديرها كي سون ديابيتيك يسون ميم كذلك يفون لو دياليز باسكو لو ديابيت الى اتاك هذا فاذا كان مثلا الصيام الى غراف لا مالادي فهنا لا يجوز على الانسان ان يفطر ولا كذلك اذا كان الصوم يعطل يغوتارد لا غيريزون تاع الانسان فكذلك هنا الانسان لابد ان يفطر يا اخوان تكلمنا هذا الكلام بالامس ان شاء الله اليوم يا اخواني ان شاء الله ونحب نتكلم فقط على قضيه ان شاء الله يعني المراه الحامل لا فام اونسانت يا اخواني اللي وعدت الاخت البارح ان شاء الله كنت سوف نتكلم على من بين المرضى هي ماهيش مريضه ولكن الا لو ستاتيو دو يعني داخله في قضيه المرض اذا فيعني المراه منها المراه الحامل اذا فالمراه الحامل او المرضع يا اخواني هذا يعني لابد اننا ان شاء الله نبين الاستاذ تاعها فاذا يعني المراه الحامل او المراه المرضع اجاز لها الشرع يا اخواني انها تفطر اجاز لها الشرع انها تفطر يا اخواني اذا كان الصوم يضر بها او يضر ب يعني الجنين اللي في بطنها وكذلك المرأة المرضع لفهم كآلات فإذا كان الصوم يأثر فيها يعني يأثر أنه يعني فلافابليغ وبيان كذلك أنه الطفل إذا كان يجوع وما يكفيش الحليب تاع أمه ويجوع الطفل فهنا لابد أنها يعني أنها تفطر إذن لفهم أنسانت et exempté de l'obligation de jeûner. هذه لازم نعرفوها يا اخواني. En cas où le jeûne يعني risque de porter nuisance à sa santé ou à son fœtus. Si le jeûne porte nuisance à sa santé ou à son fœtus, la femme enceinte elle doit pas jeûner, يا اخواني. Elle sera exemptée de jeûner. لكن هذه المرأة الحامل مي سيت فام كلي اونسانت بوندون لو ماد رمضان اي كو لو رمضان لو جون يعني في يعني يعني بورت نويزونس ا سا سونتي او ا سون فيتوس
hop, elle ne doit pas jeûner. Elle doit pas jeûner. Mais elle remet le jeûne à plus tard. C'est-à-dire, lorsque ce motif, ou bien ce statut qu'elle a, hop, il ne sera plus. C'est comme quelqu'un qui est, peut-être aujourd'hui il est malade, dans 4 jours, ou bien la semaine prochaine, il ne sera pas plus malade. Ça y est, bras. Et then, aujourd'hui, cette semaine, il a le statut de malade, mais la semaine prochaine, qu'il riyah ou ibra, il n'a plus ce statut. Alors la femme enceinte, ou bien la femme qui allaite, hop, fait Ramadan, elle a le statut de la femme qui ne peut pas, ou bien du malade, pratiquement comme le malade, hop, qui ne doit pas, qui est exempté de jeûner. Une fois que le motif il est plus, c'est-à-dire ça y est, elle a accouché, c'est-à-dire que l'enfant ou le bébé, khlas, يعني l'allaitement il a يعني subhanallah بدا الطفل ياكل ويقدر يستغني على الحليب تاعها اذا هذه المراه هذه لازم الغطخاب يفون elle va remettre le jeûne à plus tard. Mais ما يجيش واحد يقول لها المراه كي تكون حامل في رمضان غير تخلص برك الباي يعني سات اومون وما لا ابدا. عقلوا مليح يا اخواني. المراه الحامل la femme enceinte ou bien la femme qui allait fait Ramadan, le jeûne porte nuisance à sa santé, ou bien au fœtus, يعني اللي في بطنها, فهذه المرأة لا تصوم لها رخصة الإفطار. Elle a la possibilité pour يعني de pas jeûner. Mais elle le porte, le jeûne, elle le porte à plus tard. Lorsque, yani, le motif qui lui a permis de ne pas jeûner, il n'est plus. Ça y est. Et donc, si la femme est enceinte, si elle est enceinte dans le mois 7, ou le 5, ou le 7, ou le... Le mot, elle est enceinte, elle a le statut de femme enceinte. Ou le saum, il ne l'a pas. Il ne l'a pas. فهذه المرأة تفطر بصح تقضيه يا إخواني, تقضيه فولغة خافي, هي ما تخلص. المرأة الحامل أو المرضع تقضي بصح ما تخلص, إلا تخلص وقتاش إذا كان لباس عليها, إذا كانت ميسورة الحال كومنديغاج, يعني إذا كانت ميسورة يعني سي ألا لي مويان qui, ou bien les moyens lui permettent, yani, elle pourra jeûner et faire aumône. Mais il faut qu'elle jeûne. Maintenant, l'aumône, avec sadaqa ou tassadaq à la faqir, tsoum, c'est akid. Ça, c'est la, yani, ma fiche kalam, anna lazem tsoum. Bessah, l'an, hal tsoum ou tassadaq, ou yani, tout'im, ou la ghir tsoum faqat. فالصوم هذا عندها ولا ما عندهاش, تصوم إذا زال المانع. الآن هل تتصدق مع الصيام؟ نعم, نقول تتصدق إذا كان عندها الموية, أو إذا ما عندهاش قاع الموية, الشيء اللي تأكل منه هي في ساعة الإفطار عند المغرب كي تبغي تفطر, إذا كان حطت حريرة ولا شوربة, فتجيب معها وحدة ولا يعني فقير الحال تأكل معها وشكلت هي. إذا يعني هذا أضعف الإيمان, وإلا إذا كان عندها لبس شوية فتصوم وتطعم مسكين. وكذلك هذا الحكم يا إخواني, يعني هذا الحكم كذلك بالنسبة للمرأة كي آلات, فيعني لا ميم pour la femme qui allait, sinon c'est sans enfant, يعني quand le jeûne représente un risque pour sa santé ou celle de son bébé, sachant qu'il ne trouve pas de nourrice ou que son enfant n'accepte que le sein de sa mère, cette règle est déduite de verset 10. Et donc, la femme morte, si elle a peur sur elle-même, elle qui ترضع, هي يعني تولي ضعيفة, تولي فابل, يعني يقع لها ديفيرتيج, يقع لها بسبب الرضاعة, فهنايا تفطر ومن بعد تقضيه. وإذا كانت ميسورة الحال سي على الموين الجان الغطخاب اي الباي انومون سي على الموين
Et le minimum que ma côte les mains d'âge les moyennes, elle partage son manger, elle partage son manger avec quelqu'un qui avec un pauvre, avec un pauvre. Mais de rattraper Ramadan, d'arori. هذه ما يقول حالها حتى واحد ما يقولش واحد راني قالوا المرأة المرضع ما تردش رمضان غير تخلص لا أبدا 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 وإنما لابد أنها ترد رمضان تاعها إن شاء الله تكون هذه المسألة تكون هذه المسألة هذه تفهمت يا إخواني إن شاء الله. إذن المرأة المرضع والمرأة الحامل المرأة المرضع والمرأة الحامل سي لو جان بورت ميزانس pour sa santé ou bien la santé de son fœtus, de son bébé, elle peut ne pas jeûner, hein, mais elle va le porter le jeûne à d'autres jours. فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَلِهَذَا يَقُولُ رَبِّي سبحانه وتعالى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ يُطِيقُونَهُ بِشِدَّةٍ يعني صوموا مساكين بالسيف بالذراع به يكمل النهار. ورب العالمين قال لنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن الدين هذا يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالإنسان اللي يصوم بالسيف بالذراع به يكمل النهار بس يعني راه يرضع ولا راه يحامل ولا راه مريض، لا، قالوا رب العالمين لا يا أخي لا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. فَفِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ وَلَكِنْ كَمَا قُلْتَ إِخْوَانِ لَابُدَّ أَنَّنَا نَعْرَفْ بِأَنَّ الْمَرْأَ الْحَامِلِ وَالْمَرْأَ الْمُرْضِعِ فَلَهُمْ رُخْصَةَ الْإِفْطَارِ لَهُمْ رُخْصَةَ الْإِفْطَارِ وَلَكِنْ لَابُدَّ مِنَ الْقَضَاءِ لَابُدَّ مِنَ الْقَضَاءِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ الْمُرْضِعَةُ أو المرأة الحامل ميسورة الحال سئلة لمويان فتصوم وتفدي كذا وتطعم مسكين إذا ما عندهاش فقيرة الحال كل شيء فتصوم فقط إن شاء الله. هذا هو بالنسبة لهذه المسألة إن شاء الله. من المسائل اللي لازم نتعلموها يا إخواني إن شاء الله مذهبية إن شاء الله، لو كان تديروا ورقة عندكم مستيلو تكتبوا هذه المسائل، يعني شيكم إن أردنوس كون عندكم إن شاء الله بي يعني كوم أن كود باش يعني لا لا لا. مثلا من الأمور اللي لازم تعقلوها يا إخواني وما تظلوش نسقسوا فيها مثلا وكل يوم نتعلموا حاجة إن شاء الله. مثلا لفات يعني سحب الدم إنسان يروح يدير مش عارف أنا يا prise de sang و même le don de sang فهمتوا يا إخوان؟ هذا لا يفطر، كي خرجوا منك الدم مش يدخلوه نو يعني كي خرجوا منك الدم يا إخواني فهذا لا يفسد الصيام. دير يعني لاناليز دو سون ولا دير ان دون دو سون فهذا ما يفطرش يا اخواني، عقلوا على هذه المساله. دائما الحاجه اللي تخرج من الجسد تاع الانسان ما تفطرش، الحاجه اللي تخرج من جسد الانسان ما تفطرش، الحاجه اللي تفطر هي الحاجه اللي تدخل في جسد الانسان ولكن عن طريق الفم، تدخل عن طريق الفم فهذه حاجة تفطر يا إخواني. أما ما يخرج من الإنسان فلا يفطر. فيعني الإنسان مثلا تقيا كرمكم الله كلكان كي لافومي ستغيب ديفوا في رمضان يعني كلكان يفومي لله. فهذا فومي سافي دير يفا فيغ سوغتيغ سكيلاس دون ليستوما يفا لو ديغاجي. إذن قلت لكم بلي القاعدة هي كل حاجة تخرج منك لا تفطر، ما تفطرش. إذن الإنسان اللي يتقيى في رمضان يعني خرج الأكل من بطنه فهذا لا يفطر. تقييت شلل فمك يا أخي وكمل الصيام تاعك وصيامك صحيح. خدش هنا لك تقييت ما كليتش، تقييت خرجت ما في بطنك، إذن لك ماشي كلي كما اللي كلا دخل في بطنه، سي دو شوز ديفيرون يا إخوان. إذن فلا بريز دو سون ولا لو دون دو سون
ولا يعني كل هذه يا إخواني لا تفسد الصيام، لا بل يعفى عنه، بل يعفى عنه، لأن يعني هذه الأمور يعني من الأمور العادية. On peut pas rester gare le mois de Ramadan, gare non la prise de sang, rahit fatar. Ou puisqu'il est malade, ou il a les analyses, ou il a le bilan, il est mal. Là, subhanallah. Fait la prise de sang, ya ikhwani, aqlu hadi mlih, la prise de sang, ou la même le don de sang, qaddar Allah, yani waqat accident, ou adna bnadem mahtaj le dam, ou rana saimin, khallou himout. Non. نمدوا له يا أخي، نمدوا له من الدم تاعنا، ولا يفطر، هذا ما يفطرش، ما يفطرش. إذن فيعني هذه مسألة نعقل عليها إن شاء الله. نزيدكم حاجة واحدة أخرى إن شاء الله ونحبس، لأنه دائما نرجعوا مسألتين مسألتين. مثلا يعني هذيك تاع بولي زازماتيك، لي جون أزماتيك كي يستخدم الفنتولين، هذيك البخاخة، هذيك تاع 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 اللازم، هذيك ما تفطرش. واحد أزماتيك وفي رمضان يستعمل الفنتولين ولا أي نوع من أنواع يعني الربو هذا، فهذا لا يفطر، هذاك عبارة عن هواء، ماهوش طعام هذاك، سي با دو لا نوريتور، سي دو كودولار، كودولار يعني يصل إلى الرئتين. C'est pratiquement c'est comme du gaz haka, madghout, c'est un gaz qui est compressé, yassil ila ri'atayn. Wa huwa ya'ni yist'amal fihi la ghalib, ya'ni darura, darura parce qu'il a il a une crise d'asthme, il est obligé باش يستعمل يستعمل لافونتولين هذيك ولا غيرها من ولا تفطر ويكمل الصيام تاعها. باسكو ما دخلش الماكله في كرشو، دخل هواء. هوا وحنا الهوا نتنفسوه وحنا صايمين نتنفسوا الهوا، نشموا الغبرة، نصير كذا، فكل إذن فهذا لافونتولين لزازماتيك مثلا لا تفطر، لا تفطر يا إخوان. هذه مسألتين إن شاء الله نعقلوا عليهم اون فا كومونسي أبخوند نوت باش نعطيكم هكا كل النقاط. إذن قلنا لا بريز دو سون ولا لو دون دو سون لا يفطر الصائم، لا يفطر الصائم، ما يفطرش. روح دير على روحك انت صايم، روح دير بريز دو سون، روح دير دون دو سون كذا مثلا، ولا مثلا انسان تجرح، ولا انسان رعف، ها انسان رعف الانسان هذا لا يفطر، لانه الدم خرج منك ما دخلش. الرعاف او الانسان تجرح او الانسان مثلا صرع في راسه وسال منه الدم، او الانسان يعني دون دو سون ولا بريز دو سون، كل حاجه خرجت لا تفطر، لا تفطر. هذه هي القاعدة. زيد على ذلك قلنا باللي أصحاب اللازم، أصحاب اللازم هذو فلا فونتولين هذوك يعني لا تفطر، لا تفطر. هذا بالنسبة إن شاء الله لمسائل رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبلغنا رمضان إن شاء الله. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. عندكم سؤال في رمضان إن شاء الله، عندكم سؤال في رمضان إن شاء الله، كل واحد يحضر الجواب، يبريبار لا ريبونس بور دوما إن شاء الله. نعطيكم سؤال في رمضان وكل واحد إن شاء الله يبريبار إن ريبونس. عندنا إنسان يا إخواني، إنسان تخلف الإسلام في نهار رمضان، كالكان كي سي كونفيرتي أون بلان جور تاع رمضان، هذا الإنسان هل يصوم ولا ما يصومش في ذاك النهار اللي يسلم فيه؟ السؤال هو On a quelqu'un qui se convertit en plein jour de Ramadan. مثلاً في صلاة الظهر في الجامع جانا واحد قالنا باغي ندخل في الإسلام. مرحبا، تفضل، شهد دخل في الإسلام. هل يصوم هذاك النهار اللي دخل فيه في الإسلام ولا ما يصومش؟ أنا قلت باللي في صلاة الظهر. يعني لا دومي جور لي كومون ديغاج. إذن هذا السؤال كل واحد فيكم يفكر فيه إن شاء الله، يعني ويحضر له جواب، جزاكم الله خير إن شاء الله. اللهم وفقنا وإياكم للخير يا رب العالمين. إذا إن شاء الله موضوعنا نواصل حديثنا إن شاء الله برا من رمضان، فنعود إن شاء الله إلى سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نعود إلى سيدنا إبراهيم، ونعود إلى هاجر وسارة، ونعود إلى إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فقلنا يا إخواني عندما ذكرنا هذه القصة، قصة سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ولم نكملها بعد إن شاء الله، وإنما نحن بصدد أخذ الدروس إن شاء الله
والعبر من هذه القصة إن شاء الله. فأول عبرة يا إخواني إذا كانت تذكروا يا إخواني هو يعني لما سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام يعني مع سارة مع يعني ذلك الملك الجبار الملك الطاغية يا إخواني اللي كان يتعدى على كل امرأة جميلة يتعدى عليها ويغتصبها يعني الألل. فرأينا قصة سارة مع هذا الرجل يا إخواني وهي واقفة أمام هذا الملك الذي يعني أراد أن يعني سبحان الله أن يتعدى عليها يا إخواني. وكيف أنه يعني كل مرة يجي يقربها تشل يده ورجلاه ثم يقول سارة ادعي لربك أن يعني أن يفكني أو يعني يعيد إلي سلامة يدي ورجلي ونخلي سبيلك. فتدعو الله سبحانه وتعالى وثم لما يعني يشفيه الله سبحانه وتعالى ويطلق اليد تاع ورجله فإذا به يعاود كذلك يا إخواني سبحان الله. شوفوا الآدمي يا إخواني شحال صعيب الآدمي لما يكون مزير ويكون في ساعة المرض يقول يا ربي لك النبرة خلاص ما نعاودش. هو يبرى الإنسان سبحان الله ويعود لمثله لا إله إلا الله. يشوف الآيات يشوف البرهان قدامه يا إخواني. ولكن سبحان الله الشيطان والنفس يا إخواني نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. ثالث مرة وبود لا تروازيام فوا يعني مالغري لي دو يعني لو دو لي دو اكسبيريونس كي لا فيكو وشاف بعينه كل شيء ولكن مازال مصر على المعصية سبحان الله. إنها النفس يا إخواني النفس والشيطان لما يجتمعوا على الإنسان اللهم يا ربي ثبتنا إن شاء الله. إذن يعني في الثالثة نادى بأعلى صوته على حراسه قال لهم لقد أتيتموني بشيطانة ولم تأتوني بإمرأة. هذه يا ابن عم شيطانة هذه سبحان الله. إذن فيعني خلى سبيلها وأكرمها بهاجر في دون هاجر. فلما هاجر يعني كان سيدنا إبراهيم يتمنى الولد وكذا فسارة أهدت هاجر لإبراهيم فتزوج بها سيدنا إبراهيم يا إخواني وأنجب منها إسماعيل. لما جابت هاجر إسماعيل فالغيرة غيرة النساء يا إخواني كما قلنا يقول العلماء مشي النساء فيهم الغيرة. العلماء يقول لك ما تقولش النساء فيهم الغيرة وإنما قول الغيرة ولدت مع النساء. الله. إذن فخرج سيدنا إبراهيم بهاجر وين قاصد إلى 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 نحو إلى نحو مكة الجزيرة العربية نحو مكة. فلما وصل إلى هناك وكان معه جراد فيه تمر وماء. فلما وصل إلى يعني إلى مكة هناك فخلى هاجر وولدها إسماعيل ولد رضيع كان مازال يرضع ومعهم هذا الجراب من التمر والماء. ورجع سيدنا إبراهيم إلى زاليسي إذن هاجر تجري وراه يا إبراهيم لمن تتركنا هنا تنو لساكي سي سبحان الله سي انديزار يا برسون ني أرب ني أوني يا إبراهيم ولا يرد عليها سيدنا إبراهيم. ثم تعاود له في الثانية تلحقه يا إبراهيم لمن تتركنا هنا يا إبراهيم تتركنا هنا يعني لا ماء ولا شجر ولا حجر مكيش والرضيع الولد الصيد يا إبراهيم ولا يرد عليها. في الثالثة يا إخواني لما قالت القاتل يا إبراهيم الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن فلن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. تكلمت بلغة الإيمان ولغة اليقين في الله سبحانه وتعالى ولغة الثبات يا إخواني. فلما يعني سيدنا إبراهيم بعد هذه الكلمة خلاص هاجر نزلت عليها الرحمة نزلت عليها سبحان الله يعني ف
فعرفت أن هذا أمر إلهي لحكمة إلهية يريدها الله سبحانه وتعالى، وما دام ربي هو الذي أراد فعلى الإنسان المسلم أن يصبر وأن يحتسب وأن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وأن لا يسخط وأن لا كذا. فسيدنا إبراهيم لما درقوا الجبل ما عادش يشوف في هاجر ولا ابنه، فدرقوا الجبل فهنا اتجه إلى القبلة ورفع يديه إلى السماء داعيا الله سبحانه وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أو نوتر سينيور جي إتابلي إن بارتي دو ما ديسندونس دون زون فالي سون أغريكولتور بخي دو تا ميزون ساكري. أو نوتر سينيور أفان كيلز أكومبليس لا بخيير في دونك se penchant vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourrissent-les des fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. لعلهم يشكرون سبحان الله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. سبحان واد غير ذي زرع، قفار، ديزر، لا شجرة ولا حجرة ولا ماء ولا غير ذي زرع. سبحان الله. ربي سبحانه وتعالى كما قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. أرض قفار يا إخواني، هاو القرآن الكريم، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. سبحان الله، لما الإنسان يشوف مكة اليوم والخيرات اللي فيها والخيرات التي تجبى إليها من كل مكان، اللي ذكرته العين تصيبها قدامك يا أخي. سبحان الله، من كل الأنواع ما لذ وطاب. وهذه من بركات دعوات سيدنا إبراهيم، دعا بالبركة إلى هذا البلد، لهذا البلد: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. سبحان الله، يعني une vallée sans agriculture يا إخواني. Vous imaginez une vallée sans agriculture, sans eau, sans rien. Il y a pas d'arbre, il y a rien. Pas de, يعني d'habitants, même pas une demeure, même pas une maison. سبحان الله. Rien. ويخلي فيه امراه، يخلي امراه وحدها، ها امراه ومعها رضيع كان بيبي. سبحان الله، وتجري مورا زوجها. طبيعي جدا، المراه ضعيفه تحتاج الى حمايه. يا ابراهيم لمن تتركنا هنا ما يردش عليها. سبحان الله، تعاود المره الثانيه: يا ابراهيم لمن تتركنا هنا. فلما قال يعني في الثالثه ذكرت، قالت: يا ابراهيم الله امرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. إذن قالت: فلن يضيعنا الله. Alors notre Seigneur ne nous abandonne pas. Notre Seigneur ne nous abandonne pas. ما يخليناش. يريد تكون كل امرأة، كل رجل يكون عنده لغة الإيمان هذه، ويكون إيمان راسخ في قلبه، ويكون عنده الثقة في الله سبحانه وتعالى بأن رزقك في السماء، رزق هاجر ورزق إسماعيل في السماء وليس في جيب إبراهيم. رزق هاجر ورزق إسماعيل في السماء وليس في البورتفاي تاع إبراهيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. شوفوا يا إخواني، الطفل الصغير البيبي كيكون في كرش أمه لوسكي لي فيتوس، منين يتغدى؟ يتغدى من الحبل السري، الكوردون يعني أمبيليكال، هذاك هو يجي منه الدم تاع، يتغذى منه. النهار اللي يخرج من كرش امه اون كوب لو كوردون أمبيليكال، ستادير اون كوبي الشيء اللي كان يجيه منه الرزق تاعو للطفل. اذا منين غادي ياكل هذا الطفل هذا؟ نعم، يسخر له رب العالمين دو زوتر موان باش يسخر له رب العالمين الصدر تاع امه باش ترضع. سبحان الله. Au lieu que ce soit un seul moyen pour qu'il se nourrit, il a deux, subhanallah. Zdar ta ummu, yirda. Thumma, ba'dma, yani, yizid rabbi al-alamin, yizidah un autre moyen. Ba'd zdar ta ummu, yizidah rabbi al-alamin un autre moyen, la bouche. Yibda yakul, yibda yimdag, yibda kada. Kul ma kbar, kul ma zad, li moyen ta'ar rizq ta'u, subhanallah. ومن بعد يدله رب العالمين يولي ياكل، بعد ما كان يشرب غير الحليب ويشرب غير الماء وكذا، يولي ياكل الخضروات وياكل اللحم وياكل كذا. سبحان الله،
باش يعني حتى يزيد رب العالمين. عندما يموت الإنسان يحله رب العالمين الأبواب الثمانية على الجنة، يرزق منها سبحان الله بغير حساب إذن فرزقك مضمون يا ابن آدم، يا امرأة، يا اللي يعني اليقين في الله انقص والثقة في الله نقصد، تيقن أن رزقك في يد الله وليس في يد مخلوق. لو كان جات الأرزاق تاعنا في يد المخلوقات لكره يا إخواني إيه لكره، لكن أرزاقنا بيد الله سبحانه وتعالى. يرزق من يشاء بغير حساب، وفي السماء رزقكم وما توعدون، يذكر أن واحد من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يا إخواني ماشي للحج، مع جماعة من الرفقاء تاعو ماشي للحج، ومعاهم شيء اللي كتبه رب العالمين. ففي الطريق خرج لهم قطاع الطريق، باش يدوا لهم الشيء اللي عندهم. هذاك القاطع تاع الطريق الشيف تاع البوندية هذوك سأل هذاك يعني هذا الإنسان الشيخ الزاهد، قالوا واش تخدم أنت؟ قالوا دي أنا نقري الأولاد، نحفظ القرآن الكريم ونعلمهم القرآن الكريم، فهمت؟ قالوا هذه هي خدمتي فقط. قال له نحبك تسمع لي شيء من القرآن هذا، تقول سمع لي شيء حاجة منه، حاب نسمع من شيء من هذا القرآن اللي تقول نقريه لأولادي. هذاك العالم الزاهد وكل شيء سبحان الله، وش يقرأ له؟ يقرأ له هذه الآية، وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذاك القاطع تاع الطريق الشافعي يقول عاود أعيد الآن، يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعاود يقول أعيد. ومن بعد قال سبحان الله رزقي في السماء مضمون عند الله سبحانه وتعالى، وأنا قاعد نقطع على عباد الله نقول به نجيب رزقي، قال لكم رزقي في السماء، قال والله من اليوم ما نزيد نقطع على واحد، وتاب توبة نصوحة من يومها، ورد له رد لهذاك الشيخ أمانته ورد لكل شيء وتاب. يذكر أنه في ذاك النهار يا إخواني من توبته هو ثاني شد الطريق مباشرة إلى مكة. هذا الإمام كان يطوف فإذا به يرى رجل معلق بأسطار الكعبة يبكي يقول يا رب ضمنت لي رزقي في السماء وأنا نعصيك في الأرض، وعاهدك يا رب تبت إليك يا رب ألا. يقول حتى أنه إلى أتري لروغارد تلمون من كثرة بكائه وتعلقه بأسطار الكعبة. فيقول ذلك الإمام فلما تقربت منه فوجدته ذلك اللص اللي قاطع اللي كان يقطع الطريق وقد تاب إلى الله توبة النصوح. سبحان الله، آية ردات سبحان الله من قاطع طريق إلى إنسان معلق بأسطار الكعبة يبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى تائبا نادما. فرزقك في السماء، فلا تخشى أحد ما دام الله حي، والله حي دائم. رزقك مضمون يا أخي، رزقك باباك وامك ومانيش عارف كذا كلهم إلا أسباب، شحال من يتامى راهم عايشين خير من اللي عندهم بوياتهم يا إخوان، شحال من يتامى الحمد لله كبروا كل شيء اليوم راهم هما ما شاء الله، رغم أنهم كي زادوا بويهم كان ميت، ولكن الحمد لله عاشوا وكبروا وقرأوا واليوم راهم ما شاء الله خيم اللي كان عندهم بيهم حي، خيم اللي كان بيهم يظل معاهم. فالرزق في يد الله سبحانه وتعالى. إذن فقال فلن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. إذن الله نوتر سينيور نو نوزا بوندون با يا إخوان، نوزا بوندوغا با لن يتركنا الله سبحانه وتعالى. إذن فيعني كما قلت لكم يا إخواني ذهب سيدنا إبراهيم ورجع، وبعد مدة جاء سيدنا إبراهيم باش يشوف ولده، بعد ما خلاه سيدنا إسماعيل كبر، كبر وتعلم العربية وتزوج وكذا، ويعني صبحت سبحان الله صبحت مكة فيها زمزم، سبحان الله اللي هو يعني طعم طاعم، ويعني الإنسان كي يشربه إذا كان الإنسان جيعان يشرب من زمزم يشبع، إذا كان عطشان يشرب من زمزم يشبع، إذا كان مريض يشرب من زمزم يبرى سبحان الله. فزمزم يا إخواني فيه بركات، فيه خيرات كثيرة،
زمزم لما شرب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيعني رجع سيدنا إبراهيم وسأل عن ولده، سأل عن ولده يا إخواني، فيعني فدله على بيته وراو له الدار تاعو، ولده راح سقس سيدنا إبراهيم، فإذا بالمرأة تاعو خرجت له، قالها يا ودي ما ولا يعني إسماعيل وين هو؟ هي ما تعرفش باللي هذا أبوه، elle ne sait pas que c'est le père de son mari إسماعيل. قالت له ذهب لكي يصطاد باش يجيب لنا كشمن، يعني كانت الحرفة تاعهم هذاك الصحراء وكذا، يعني معتمدين على الصيد ومعتمدين على كذا، ذهب ليصطاد. فسألها قالها كيف حالكم؟ كلكم دايرين سبحان الله يعني لباس. فسألها فقالت والله يعني احنا رانا مغبنا، هم كيفاش ماناش لاحقين، وكتلنا الزمان وكتلنا الشر، وبدأت تشكي سبحان الله العظيم. فيعني قالها إبراهيم عليه السلام، قالها يا ولدي كيجي زوجك إسماعيل فأبلغيه السلام، أقرئيه من السلام وقل له غير عتبة بابك، غير عتبة بابك. فلما رجع سيدنا إسماعيل سأل زوجته قال له شكون جانا اليوم؟ قال جاء واحد الشيخ كبير عليه أثر الوقار وكذا، وسأل عليك وقلت له بلي ما راكش هنا وكذا، ثم سألني عن حالنا كي راكم دايرين وكل شيء كومو يعني. قلت له بلي يا ودي رانا ماناش لاحقين وانا مغبنا ورانا كذا ورانا كذا، تشتكيت له للقدر. قالت له راه وصاني باش نقرئك السلام، نبلغك السلام، جو تو باس لو بونجور اي او ميم طون ايل تادي دو شانجي لو سي دو تا ميزون عتبه داك. فقال لها سيدنا اسماعيل ذاك ابي سي مون بير كي باسي بار لا اي لو سي دو ما ميزون سي توا سي ما سي توا ما فام اي مون بير مي كونساي دو اب يعني فوك تو رونت سي توا فادخلي يعني ارجعي الى اهلك. كيف طلقها؟ فطلقها اخذا بنصيحه ولده والده اللي هو إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. ثم عاود سيدنا إسماعيل تزوج يا إخواني، وفي رواية وهي يعني أرجح الروايات أنه في هذا المجيء الأول البرومياري بتاع سيدنا إبراهيم، فهنايا كانت قصة الذبح، قصة الذبح قبل ما يوصل لمكة. سيدنا إبراهيم يعني في الطريق رأى رؤيا، وهي أنه يذبح ابنه، أنه يذبح ابنه. فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتوضأ وصلى باش يطرد الشيطان. كيفاش نذبح ولدي هذه في المنام؟ فزع. عاود ثاني رآه مرة ثانية إن دوزيام فوا لو ميم راف أنه يذبح ولده. فهنا تيقن سيدنا إبراهيم أن هذا أمر إلهي وأن هذه الرؤية حق. ولهذا صح أن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، le rêve des prophètes c'est une réalité. إذن فوصل سيدنا إبراهيم وإلى إلى يعني إلى إلى, إلى, إلى مكة، ويعني بعد ما طلق يعني أخذ بالنصيحة، بعد ما طلق سيدنا إسماعيل زوجته كذا، فتلاقى يعني سون كونتري، فتلاقى الابن بالاب، تلاقى الابن بالاب. فيعني قالوا يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. الله اكبر، عندك دي زاني كون سي با في صافي لونتون كو تو نوزا كيتي ها اي تو روفيان مانتونو بور مو دير يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. الله اكبر، يعني يا اخواني صدقوا ايماجين هذا يعني قدام عينيك هذه القصة، ايماجين لو سيناريو دوفون توا سبحان الله العظيم. ان بير كي ليزا ابوندوني، مي ليزا ابوندوني باغ ريكومونداسيون دالله سبحانه وتعالى. ان بير مي كي سون كور إلي تي توجور افيك او. اي لوسكيل اريف ابخي سون ابسونس ابخي يديز سون فيس اني ارى في المنام اني اذبحك. الله اكبر، حجاز. ولكن الابن يا اخواني سبحان الله وش يقول له؟ يقول له يا ابتي افعل ما تؤمر اكزيكيت سبحان الله، ما دام امرك رب العالمين افعل يا ابتي. كان سيدنا ابراهيم قادر يدي ولده يقول اروح نشري لك الحلوى، اروح اني باغي ندير افير انا وياك، باغي نوري لك واحد التيران شريته، ولا اروح باغي نهضر لك انا وياك على واحد الصالحه تخصك، ومن بعد يديه الجبل ويطلعه فوق الجبل ويدمره. وقال طاح
قال طاح يا با مكان لا لونكات مكان لي زومبرانت لا لابريغاد سيونتيفيك ولا قال طاح مات هي دفنوه خلاص سيرتو حنا عندنا المسلمين حنا العرب ها قال الاجل لا هاودي ها صاي مكتوبه كمل لا كيف سبحان الله تمشي 200 الور تقول لي مكتوبه كمل عندك لوطو ما فيها لا فرانات لا كونترول تكنيك لا كذا يعني وتمشي بها 140 الور ومن بعد تقول بلي صاي الاجل لا سبحان الله يعقلها وتوكل الانسان سبحان الله العظيم. إذن فيعني كان قادر كذلك يجلسوا تحت حيط تحت حيط ومن بعد طيح حجرة من فوق ولا يدمر حجرة قال آه طحت عليه حجرة مات الردم وكذا ولكن الله يخبره يقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى جت له شوا سبحان الله أنا هاوششت ورؤيا الأنبياء حق فانظر ماذا ترى كسكي لا ريبوندي إسماعيل عليه السلام سبحان الله يعني إذن قالوا يا أبت افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين يا الله أكبر يعني ستجدني إن شاء الله من الصابرين وشوف الأدب مع الله طفل صغير يا إخواني طفل صغير ولكن مع ذلك يعني طفل صغير ولكن مع ذلك شوفوا الأدب مع الله سبحانه وتعالى وهذه نقطة مهمة جدا يا إخواني سبحان الله أو يعني أو مون شيخ فيغ في يا أبتي وهذه قلت لكم في لما كنت نتكلم يوم الحد على الوالدين يعني عمر الإنسان ما يعيط الباباه باسمه ولا يعيط الأم باسمها جامي تابل تامير افيك سون برينو ولا تون بير تأدب تأدب سبحان الله يا أبتي يعني او مون شير بير في سو كي تي يعني سو كي تي كوم يعني تي كوم يعني كوموندي tu me trouveras يعني tu me trouveras يعني s'il plaît à Allah de nombre يعني de nombre يعني des endurants ستجدني ان شاء الله من الصابرين سبحان الله ما وهذه الادب مع الله احنا كيف يعني في الايه هذه أن سيدنا إسماعيل قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين ما قالش ستجدني صابرا إن شاء الله ما قالش كما هاك ولكن تأدب مع الله يعني أعطيكم مثال يقول لك واحد غدوة إن شاء الله نتلاقاو أي تقول أنت غدوة نتلاقاو إن شاء الله غدوة نتلاقاو إن شاء الله هي نورمال مولا إن شاء الله غدوة نتلاقاو دائما تسبق الأدب مع الله ما تقولش غدوة نتلاقاو إن شاء الله تخلي إن شاء الله هي التالية لا دائما هي الأولى قال إن شاء الله غدوة نتلاقاو ماشي غدوة نتلاقاو إن شاء الله سي با باغي يا إخواني ماهيش كيف كيف هذه الأولى إن شاء الله نلتقي غدا إن شاء الله دوما أون سوفوا سان غيان أفواغ أفيك دوما أون سوفوا إن شاء الله لوسكون بلاس إن شاء الله أو ديبي دو لا فراز Et ça n'a rien à voir avec lorsqu'on place, Inch'Allah, à la fin de la phrase, Innahu l'adab ma Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwan. Nata adab ma Allah subhanahu wa ta'ala. Idan, satajiduni, Inch'Allah, min as-sabirin. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des environs. Inch'Allah, min as-sabirin, subhanallah al-azim. Idan, fasabri billah, wattikali billah, ala Allah subhanahu wa ta'ala. فلما أسلم وتله للجبين الله أكبر فلما أسلم وتله للجبين يعني تله للجبين كذا يعني كما يعني سبحان بطحوا هكذا يعني سبحان الله على ظهره فجعل وجهه يعني فجعله على وجهه ليذبحه من قفاه كما هذاك الإنسان يبطح بشدة هكذا وهذه الشدة هذه الفورس هذه دلالة على قوة إيمان سيدنا إبراهيم عليه السلام وعزيمته على تنفيذ أوامر الله كان سيدنا إبراهيم معروف بهذه يعني فلما أسلم وتله للجبين يعني أجلسه وأقعد مشي قعده غيب شوية وقعد يحك لها في رأسه ها ولدي ها تكسل غيب شوية ها ولدي لا أبدا وإنما أخذه بقوة سبحان الله ماهوش لأنه ماهوش عزيز عليه ولده لا وإنما تنفيذا لأوامر الله حتى ولو كانت في أقرب الأجل لأن هذا ابتلاء ابتلاء كبير لسيدنا إبراهيم لو كان قال أعطي ولدك ذبحه لك واحد كانت شوية تكون أخف لكن يقول له أنت يا إبراهيم امتثل للأمر سبحان الله ابتلاء كبير يا إخواني
والإنسان المسلم لابد أن يتلقى أوامر الله، يأخذ الأمور بعزم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة. فكان سيدنا إبراهيم هكذا يا إخواني، معروف في القرآن الكريم يعني عنده الروغتين كما يقول أهل العلم. سيدنا إبراهيم كان معروف له الروغتين، يعني روغة الكرم وروغة الشجاعة كما. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ثم فراغ عليهم ضربا باليمين على الأصنام، كان معروف بالشدة. إذن فالمسلم لابد أن يأخذ أحكام الله، لابد أن يأخذ أحكام الله وينفذ أوامر الله بقوة يا إخواني. جاء وقت الصلاة خلاص كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، هكذا تقول عائشة. في حكم إلهي نقف عند الحكم الإلهي، فيش اللعب، فيش اللعب سبحان الله. كما بعض يعني الأخوات، معليش بين قوسين، بعض الأخوات في أمر الحجاب، في أمر الحجاب، الحجاب فرض يا أخي، والحجاب له شروطه. فما نقعدش نتمسخر أنا بالأمور هذه. لما واحدة تدي لك الجين وتدي لك مش عارف أنا يا دو بياس وتدي لك شاشية على رأسها وتحسب روحها راهي متحجبة وهي تفتن في عباد الله، لا 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 لا، كذبوش على أوامر الله، لابد أن تؤخذ بجد وتأخذ بحزم سبحان الله. إذن فيعني شوف رب العالمين لما يتكلم على المنافقين، لما يتكلم على المنافقين وش يقول سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى سبحان الله. إذن هذا أمر المنافقين في تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى. إذن يعني يعني وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذن فلا بد يا إخواني أننا مع أوامر الله سبحانه وتعالى، مع أوامر الله سبحانه وتعالى بد أن نكون، أن يكون هناك الجد سبحان الله. لوسكي سولاف يعني لوسكي سولاف pour faire la prière il soulève avec يعني paresse avec paresse قاموا كسالى. alors que devant les ordres divines devant يعني الأوامر تاع الله سبحانه وتعالى il faut être السيريو سبحان الله. إذن فالله سبحانه وتعالى يقول سيدنا يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ أو جان تيان فغمومون وليفر الله سبحانه التوراة، تيان فغمومون وليفر يعني التوراة. إذن فلابد الإنسان يا إخواني مع أوامر الله سبحانه وتعالى. فلما سيدنا إبراهيم أرسل السكين يعني لكي يذبح ولده وقد امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، فهنا نزلت الرحمة، هنا نزل اللطف الإلهي عز وجل، هنا نزلت رحمة الله سبحانه وتعالى. فما بقى إلا السكين باش يذبح، وإبراهيم باش ينذبح، وإسماعيل باش ينذبح، وإبراهيم باش ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى. هنا نزلت الرحمة، نزلت رحمة الله سبحانه وتعالى، فإذا بالسكين لا تذبح. المسلم واقف يذبح ولاش يذبح يا إخواني سبحان الله، بإرادة من وبأمر من؟ بإرادة الله سبحانه وتعالى وبأمر الله سبحانه وتعالى. إذن فالنار يا إخواني مثلا النار من طبيعتها أنها تحرق، أنها تحرق، ولكن بإرادة الله ما حرقت سيدنا إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن فيعني شوف قضية الاختبار وقضية يعني الامتحان وقضية الابتلاء وقضية يعني العزيمة في تنفيذ أوامر الله، كيف أن رحمة الله سبحانه وتعالى لما يرى كل هذا في قلب الإنسان المؤمن، كل لما يشوف أن عبده المؤمن صح يعني عنده يقين عنده ثبات عنده قوة في تنفيذ، فهنا تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا بإسماعيل يفتدى بكبش من الجنة، ويعني ينال الأجر تاع السمع والطاعة لوالديه. أي سمع وأي طاعة يا إخواني، هذه قمة السمع والطاعة سبحان الله. أب تاعك يقول غادي نذبحك وتقول له يا أبا افعل ما تؤمر. احنا اليوم يا إخواني الناس راهي تضرب ببوياتها، اليوم الناس راهي تضرب بماتها، اليوم راهي يسب باباه يسبه أكثر من صاحبه تاع الزنقة يا إخواني، ويسمع باباه الكلام اللي ما يتسمعش سبحان الله. كاين شي ناس يستحي الإنسان أنه يقول وش يقولوا لوالديهم وش يقولوا لباباتهم سبحان الله العظيم. ومن بعدين قاعدين لا حول ولا أين نحن من هذه يا إخواني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا إن شاء الله. هذا ما وفقني الله سبحانه وتعالى لمذاكرتكم به في هذه الصبيحة المباركة إن شاء الله.
فإن أصبت يا إخواني فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وبارك الله لي في أسماعكم إن شاء الله. إذن إن شاء الله ما زالت قصتنا، ما زالت يعني الآيات لم تكتمل إن شاء الله، وما زلنا معها، وإلى لقاء بمعنى مع القصة لقاء قريب إن شاء الله. فنسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما إن شاء الله. إذن نصل